عندنا احنا هسه نقابه المحامين، نقابه المحامين العراقيين، اي محامي موظف ممنوع ياخذ هويه ويزاول مهنه المحاماه. ليش ما يطبق هذا على الطبيب؟ الطبيب الموظف المفروض ما عنده عياده، يبقى عنده حتى المفروض يكون دوام للاستشاري، دوام مسائي. هو قاعد يداوم بالمستشفى بالنهار، ومساء خاف يقول ما اقدر اتعب، المساء عنده عياده يداوم بها. ليش ما يكون هناك دوام مسائي للاستشاري؟ كلش مهم هذا الكلام. احنا عندنا نقص بالاطباء، عندنا نقص بالكادر الطبي هواي. اسوي دوام مسائي لراتب عالي ياخذ الكادر الطبي بالذات. دكتور شلون عندنا نقص وهذه الجامعات تخرج الاف اطباء سنويا؟ صحيح حتى لا، مو هنا الطبيب ما راح يقبل على هذا الكلام. لو صار دوام مسائي ما راح يقبل على هذا الكلام، قبل يقدم تقاعد يروح يشتغل برا، يصير اكو شاغر للاطباء الجدد. يعني دكتور افهم من كلامك اكو اطباء ما يرضون يداومون صباحي لان بيتعب الشغل؟ لا مو دوام صباحي، هو المفروض يداوم دوام صباحي وبعدين يداوم ايضا بالمستشفى دوام مسائي، مو نفس اليوم. صح. مثلا يعني يوم يداوم صباحي وعنده يوم يداوم مسائي، يوم يداوم مسائي. هذا الاستشاري مو الطبيب العادي المقيم والمقيم المقدم، هذا موجود. بس احنا نفس الاستشاري، لانه الاستشاري عندنا نقص بالكوادر الطبيه هسه بالاستشاريين، فيقعد يداوم يوم صباحي مثلا، يوم مسائي، يومين مسائي، يومين صباحي، هيك يصير. يعني يكون دكتور مسائي. الوقت